معكم محمد الزريدي مرشد بحديقة التماسيح. حنا حاليا كنتواجدوا في الباسان ديال لي كروكوديل دو ديزير و لي كروكوديل لافريك دو لويست، هاد التماسيح الصحراوية اللي كانوا كيعيشوا في المغرب الى حدود السبعينات، وكذلك كيتواجدوا في مالي، في موريتانيا، في تشاد، بوركينا فاسو، اللي هو واحد التمساح صغير في الحجم، يعني الحجم ديالو نادرا فاش كيتعدى 3 الامتار. وهاد التماسيح اللي جبنا من ليو الفرنسية، من حديقة الحيوان ديال لا تيت دور، اللي العمر ديالهم 30 سنة الأنثى، اللي الطول ديالها تقريبا واحد 2 ديال الأمتار، والذكر اللي العمر ديالو 50 عام والطول ديالو 3 ديال الأمتار. هاد التماسيح الصحراوية اللي تعرفات غير مؤخرا، بحيث كانوا الناس كيظنوا أنه نفس النوع اللي هو تمساح النيل اللي كيعيش في افريقيا، ولكن من بعد فاش العلماء يعني اكتشفوه وداروا ليه التحاليل وعرفوه بانه واحد النوع تماما مختلف، اللي هو الكروكوديل ايزيكوس، اللي مختلف تماما على الكروكوديل دو نيل اللي عندنا هنا في الحديقه. وعامين هذه باش جبناهم، وفي هذا العام هذا استقبلنا كذلك واحد 16 بيبي ديالهم، ديال صغار تماسيح من هذا النوع هذا، اللي كيعيشوا اللي تزادوا في سويسرا في البارك ديال الاكواتيس اللي كاين في لوزان. وتقريبا وهاد الحديقه اللي كاينه في سويسرا هي الحديقه الوحيده اللي مازال كيتزادوا فيها هذا النوع ديال التماسيح، لهذا جبناهم لهاد الحديقه ديال كروكو بارك اكادير، باش نكبروهم عندنا هنايا، نحضنوهم عندنا هنا في الحديقه، ولما لا واحد النهار نقدروا نردوهم للطبيعه ديالهم فين كانوا عايشين، في واحد المحميه اللي غتكون في النواحي ديال طاطا فين كانوا عايشين. في الا كل شيء التماسيح كلها كتعيش 100 سنه، جميع الانواع ديال التماسيح اللي تقريبا كاين، يعني كاين واحد 27 نوع ديال التماسيح في العالم كامل، وهاد 27 نوع كيتقسم على 3 ديال العائلات، اللي هما تماسيح او لي كروكوديليان، وكاين لي زاليغاتور او القاطور اللي هو كاين في امريكا الموطن ديالو امريكا، وكاين الغافيال ولا الغاريال اللي هو موطنو اسيا. وهاد 3 ديال الانواع هما عائلات، يعني كل نوع فيه بزاف ديال الانواع، يعني كل نوع فيه بزاف ديال الانواع اللي هما تقريبا 27 نوع في المجموع. هما ياكلوا في النهار تقريبا، هما التماسيح حيوانات لاحمه، هما كلهم كياكلوا اللحم، يعني كيتغداو على اللحوم فقط، فهما كيتغداو على الحيوانات بانواعها، على الاسماك، على الطيور كذلك. احنا هنا في الحديقه كنعطوهم الدجاج واللحم ديال البقر، كنعطوهم تقريبا يوميا كنعطوهم الماكله 4 مرات في النهار باش الناس يشوفوهم كياكلوا، وفي نفس الوقت حتى هما ياكلوا تقريبا كنعطوهم الماكله مع 12 ومع 3 ومع 5 ومع 7 4 مرات في النهار. وبالنسبه له هو كنشوفه مره في الماء مره في الشمس. هو التمساح هو بير مائي، هو كيعيش ما بين الماء والبر، والتمساح فهو من الزواحف ذوات الدم البارد، فهو كيقضي تقريبا معظم الوقت ديالو بنهار في الشمس، كيكون في الشمس باش كيحاول يهضم الماكله اللي كلا، لانه الدم بارد كيحتاج الحراره باش يهضم، باش يعني ديك الحراره هي اللي كتعاونو على الهضم. وبالنسبه للتمساح فالشمس هي مصدر طاقه ليه، فهو الهدف ديالو هو يتسرح في الشمس باش يتشارجا وباش يهضم الماكله اللي كلا. وبالنسبه شحال هو يقدر يبقى بلا ماكله؟ هو يقدر يعيش مده طويله بلا ماكله، يقدر يبقى حتى يعني عامين تقريبا بلا ماكله، لانه هو الديل ديالو كيخزن، الديل ديالو هو
هو الياف عضلات يعني اللي كتخزن اللي فيها بزاف اللحم، وهذاك اللحم يقدر يعيش به واحد المده ديال عامين ولا اكثر بلا ماكله. وهو كياكل تقريبا 8 شهور في العام، يعني 4 شهور كتكون استوبات، هي فصل الشتاء ما كياكلش، من شهر 11 لشهر 3 ما كياكل والو، لان كما قلت لك الحراره كتكون هابطه، فبالتالي هو ما يقدرش يهضم. قلت لك هما يمكن ما غاديش نحطوهم هنايا مع هادو، لانه كما قلت لك هما كياكلوا بعضياتهم، ما يمكنش نحطوا الصغار مع الكبار لانهم غياكلوهم. ولكن هذوك اللي بيبي اللي جبنا، حنا جبناهم على اساس نكبروهم باش نحطوهم في شي محميه، لانه هذا النوع هو كاين عندنا في الحديقه، وهذا الكوب اللي كاين عندنا حاليا فهو كافي بالنسبه للزوار. يعني الا كانت شي زياده ديال التماسيح فغالبا غتكون من نوع اخر في المستقبل، ولكن حاليا فاحنا كنكتفيو بهذا الكوب اللي كاين هنا. يعني الانسان الزوار اللي كيجوا للحديقه فاش كيشوفوا هذا النوع هذا مع التماسيح ديال النيل اللي كاينين ديجا في الحديقه، راه كيبان ليه الفرق، يعني كيعرف بانه واحد النوع مختلف، ولهذا هما يعني عازلينهم على الاخرين، حيت الانواع ما كيعيشوش انواع مختلفه، ما كيعيشوش مع بعضيات. مرحبا بكم عندنا في اكادير في الحديقه ديال كروكو بارك، اللي هي من اجمل الحدائق ديال التماسيح وكتستحق الزياره، فلهذا كنرحبوا بكم وقت ما جيتوا لاكادير، تجيو تزورونا في هذه الحديقه الجميله، وشكرا.